التاريخ، والسؤال هو من هو السلطان صاحب أطول فترة في حكم الدولة العثمانية من سنة 1520 ل 1566؟ حكم 46 سنة. أنا بتاعت الريسك دي، ما فيهاش ريسك بقى، دي يا صح يا غلط، ما فيهاش أي ريسك. السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد الثاني. إجابة خاطئة، مش عبد الحميد الثاني. أبناء البحيرة. إجابتك؟ سليمان القانوني. سليمان الأول. إجابة صحيحة، أول 10 نقط لفريق البحيرة. أبناء البحيرة تتقدم 10، ستاند باي 5. وأبناء البحيرة عندكم سؤال في التاريخ،